خليني اخد تليفون نعرف الاول تفاصيل الخبر الاقتصادي من دكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي. مساء النور يا دكتور. مساء النور يا استاذه مساء ياسمين، النور ازي على حضرتك. حضرتك؟ الحمد لله بخير يا فندم. خليني اخد مع حضرتك او افصل الخبر جزئيه جزئيه. الاول هتكلم عن الجزئيه الخاصه اعلان البنك المركزي لارتفاع الاحتياطي النقدي بتاعنا لحوالي 44.6 مليار دولار. شوفي حضرتك، طبعا الدوله المصريه في الشهر الماضي اللي هو شهر فبراير طرحت ادوات دين اللي هي ما بتسمى السندات، وتم تغطيتها اكتر من مره. السندات دي هي من زادت بحصيله النقد الاجنبي، وطبعا احنا وصلنا تاني للي هو الرقم اللي كان بيقدر في ديسمبر نهايه 2018 اللي هو 44.6 تقريبا، كان 44.5 انه بدي احنا تخطيناه الرقم، والحمد لله ده رقم يعني يليق بان هو يغطي احتياجات مصر تقريبا في حدود 9 شهور. ده رقم كبير جدا في المتوسط العالمي. طيب الحمد لله، دي الجزئية الأولى اللي بنتكلم فيها. الجزئية الثانية القصة أو الحدوتة وراء موضوع أنه لن يتم تداول، أو يعني خليني أبسطها للناس اللي بيتفرجوا علينا أو الناس اللي بتشوفنا، نتكلم كلام مبسط شوية، أنه مش هينفع نتعامل بفلوس مكتوب عليها أي كلام أو مختوم عليها أو فيها ختم معين أو فيها شعار معين أو صورة معينة. حابة أعرف من حضرتك أي نوع من الكتابات هيبقى مش مفروض إن إحنا نتعامل بيها أو هيتم رفض التعامل بيها، والقصة دي وراها إيه؟ يعني القرار ده جه نتيجة لإيه؟ شوف يا فندم، نتيجة لزيادة حجم السيولة داخل مصر اللي هي بيتم عليها انساخ بعض من الشعارات، سواء بقى ذات توجه سياسي، سواء بعض من الألفاظ والعبارات غير اللائقة بالشعب المصري والهوية المصرية والدولة المصرية، وطبعا حضرتك بتحمليها وأنا وغيرك وحتى الأجانب، وطبعا ده بيسيء لمشاعر المواطنين. بنمرة واحد. نمرة اتنين، بيحاول ان هو يطمس يعني الكتابات دي يا فندم بتطمس بعض الأرقام اللي هي مسجل بيها. صحيح. الورقة المالية، الورقة النقدية اللي في إيدينا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ده طبعا أمر غير مستحب، لأن كل عملات العالم، أكيد حضرتك بتمسك ورقة العملة مثلا الدولار، مصر ما بتطبعش دولار ولا بتطبع يورو، وتلاقي ان الورقه يعني رغم طباعتها مثلا في 2015 او 2014 الورقه بتحتفظ بقيمتها وشكلها ورونقها. صحيح. فيما عدا العمله المصريه احنا بنهمل في كيفيه تعاملنا مع الاوراق النقديه الخاصه بينا. ولكن عندي استفسار، يعني هو البيان المقتطب النهارده من البنك المركزي ان هو هيقول مش هنتعامل. هو هنا السؤال بقى، هنا اللي تم كتابته على الفلوس القديمة ده هيحصل فيه؟ هو بالتمام صح أكيد كده. ده سؤال حضرتك صح؟ مظبوط. سؤالنا جميعا. احنا النهاردة حقتنا يدي مهلة يقول لو سمحتوا الناس اللي معاها الفلوس تسلمها مثلا للبنك. بالضبط، تخش البنوك تستبدلها بأرقام أخرى. صحيح. لأن حضرتك تعلمي جيدا، أنت حضرتك وكلنا بنقف قدام ماكينات السحب الآلي، سواء الفيزا أو الاي تي ام أو أي حاجة بنستخدمها، ساعات بيصدر منها أوراق نقدية يعني برضه غير تليق بينا. فاحنا النهارده بنحاول إن احنا نوضح للجهات الرسمية لو سمحتوا علشان ما يحصلش بلبلة في المجتمع، اطرحوا لنا فترة، يعني قولوا خلال 3 شهور احنا لأي ورقة هتخش البنوك مش هنتعامل بيها. صحيح. علشان كده نخلي فرصة للناس ان اولا اللي بيتم استبدال العملة، يعني المطابع تطبع ورق جديد ويتم استبدال العملات القديمة اللي كان مكتوب عليها او عليها اي شعارات او كلام بعملات جديدة. والحاجة التانية، الناس اللي محتفظة بفلوس تقدر تخرجها وتستبدلها داخل البنوك بأرقام تانية مستحدثة أو جديدة. إذن إحنا محتاجين توضيح حتى الآن، لأن ما فيش توضيح، هو بس زي ما قلت حضرتك الكلمات أو التحذير أو الكلام اللي اتخرج عن البنك المركزي كان مقتطف جدا، إنه محتاجين نعرف الأماكن لو هنغير الفلوس دي، محتاجين نعرف المهلة، محتاجين نعرف إذا اسمحيلي لا ما نحددش أماكن. إحنا الجهاز المصرفي كل البنوك علشان نتعامل على هذا الأساس. كل البنوك يا فندم، حتى لو دخلت البسطة الحقت أي حد بيتعامل من الجهات الحكومية تحصل على الأموال دي طالما إن هي سليمة وإن هي فعلا غير مزورة. غير مزورة فقط مكتوب عليها. إحنا ما شاء الله عندنا في مصر بيقعدوا يكتبوا إهداءات على الفلوس، ده ما بيحصلش في أي بلد تانية. طيب هل في أي كلام عن فيما بعد، يعني من النهاردة بقى للي جاي كله، هل في كلام عن عقوبات إذا حد معاه فلوس مكتوب عليها إهداء، مكتوب عليها كلام، مكتوب عليها أي حاجة؟
لا هو طبعا تحفظي انا الشخصي ان هتلاقي كثير من الاماكن بترفض الحصول عليها. يعني خليني انا هتكلم عن نفسي اعتبارا انا هخش في مجال في اي مكان وهطلع الفلوس دي ادفع بيها نقدا. فهتلاقي السوبر ماركت او اي محل او بنزينه او هيرفض الحصول هذه الاموال. فعشان كده احنا بقول وبننبه لو سمحتوا اتركوا مساحه من الوقت لاي جهات تستبدل هذه العملات لعملات جديده مطبوعه. واللي هي بعد كده نقدر نتصرف نقول ان بعد 3 شهور 4 شهور لن يتم التعامل على هذه الاوراق خالص. متفقه مع حضرتك تماما. اخر سؤال سريعا فيما يخص رئيس مجلس الوزراء من امبارح للنهارده كان في سلسله من الاجتماعات وهدفها جذب الاستثمارات. شوف يا فندم احنا مصر لما طرحت البروجرام الخاص بيها للاقتصاد والاصلاح الاقتصادي كان الحمد لله عندنا طبعا كثير من المراحل منها البيئه التشريعيه لازم تتصلح اللي هي القوانين، كان عندنا طبعا البنيه التحتيه لازم يعد تشكيلتها مره اخرى، طبعا كان عندنا كثير من المعوقات، لكن الحمد لله انجزنا كل ده بعين حاجه واحده ان احنا نروج لنفسنا نروج للمشروعات القوميه الكبيره اللي احنا بنتكلم عنها. مثال محور قناه السويس، مثال العاصمة الإدارية، مثال الكهرباء والطاقة والغاز، الحمد لله احنا عندنا وفر دلوقتي. وخلي بال حضرتك الترويج ده ترويج لاستخدام دول، عشان كده تلاقي حضرتك ان دولة رئيس الوزراء بالأمس تحدث مع الفريق مهمة بيش ان احنا نفتح مكاتب تمثيل في الخارج. وانا بناشد دولة رئيس الوزراء لازم نشغل سفاراتنا، يعني الملحق التجاري في السفارة في الخارج يبقى عنده استطلاع او استبيان ازاي يدفع بحجم هذه التكوينه بكلها لخريطه الاستثمار. والملحقين السفراء اللي في الخارج او سفرائنا في الخارج هم اللي يكونوا اعيننا في الخارج في احتياجاتنا واستثماراتنا اللي حياتها تضخ من الخارج، ونكون في تبادل الافكار والرؤى ما بيننا وما بين بعضنا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، شكرا جدا. نوعيه الاخبار دي انا بفرح بيها جدا عشان احنا محتاجين نرتقي، احنا مش اقل من اي بلد بره، احنا مصر دي ام الدنيا. حاجه كده يكتب على الفلوس، الفلوس دي بتقع في ايد السايح لما بيغير عملته دولار او اي كان عملته ايه بيغيرها، بياخد الجنيه المصري، فتكون الفلوس على قد ما نقدر حتى لو قديم ما يكونش مكتوب عليها حاجه، نكتب اهداءات ونعمل قلوب وذكريات وتواريخ، ده مش مطلوب مننا بعد كده عشان اي مكان بعد كده هيرفض ان هو ياخدها منك طبعا بعد موضوع البنك المركزي.